دوري ابطال افريقيا، انه المريخ كان بيعاني من خلل كبير جدا في دفاعه، خلل تكتيكي كبير جدا في المنظومه الدفاعيه كامله للمريخ وفي حراسه المرمى. الان شفنا الكلام ده اتعكس تماما جدا. الليله دفاع الهلال كان في فراغات كبيره، المريخ لو كان استغل نص الفرص اللي اتيحت ليه يمكن كانت النتيجه الليله حتكون نتيجه كبيره جدا تاريخيه، اكثر من 4 اهداف تقريبا حتكون. ممكن يكون لو كان استغل سيفتيري لوحده الفرص اللي اتيحت ليه. غياب اوتارا برضه اشير له في الحلقة. وغياب اوتارا طبعا يمكن انتقد ان اوتارا غايب الليله بالنسبه للاصابه، يمكن ما كان جاهز عشان كذا ما تم اشراكه في المباراه. في حكايه الاصابه معلش، غياب بعض اللاعبين او بعض اللعيبه في الفريقين واثره طبعا على اللعبه نفسها. اي طبعا هم اذا كان لاعب اساسي طبعا بيعتمد عليه المدرب بشكل كبير، وخصوصا اذا ما كان عنده البديل الجاهز حيتاثر طبعا الفريق بصوره كبيره. اعتقد انه الليله دفاع الهلال يتاثر بصوره كبيره بغياب اوتارا. في غياب اليوم غياب اوتارا وعجب عجب ايوه الغايبين برضه طبعا المريخ برضه يعني غيابات. ربما الغيابات في المريخ اكثر تاثيرا، يعني المريخ تخيل عندك اساسيين. ما اعتقد انه الغيابات اثرت على المريخ بصوره كبيره، شوف الاداء كان متزن وبشكل ممتاز جدا. يمكن عشان المريخ كان في الفتره اللي فاتت برضه، أنا دائما برجع لدور أبطال أفريقيا، نعم كان بيلعب بدون اللاعبين ديل حوالي يمكن 4 أو 5 مباريات من غير اللاعبين. اللاعب الوديه كانت في مصر، نعم مباريات الوديه كانت في القاهرة. الإعداد الإعداد في الفترة اللي فاتت كان المعسكر الإعداد كان في القاهرة بالنسبة للفريقين، وقلنا نحن له أثر كبير طبعا في الفوز يعني. أيوه طبعا أيوه نحن قلنا الإعداد البدني في القاهرة للمريخ كان أفضل من الهلال، والليلة ظهر الكلام ده بصورة واضحة جدا جدا. المريخ كان على مستوى بدني عالي جدا، نعم لدرجة أنه كملت 90 دقيقة بمستوى واحد وثابت بدون أي تذبذب. كما ذكرت يمكن